حصتنا لهذا اليوم، يوم من الأيام وخلال عملية سطو بمدينة نيويورك الأمريكية، صاح الحرامي بصوت عالي وقال للموظفين الموجودين داخل البنك: ولا حركة، هاي الفلوس ملك الدولة وحياتكم ملككم، فلا حد يتهور منكم. فقال لهم اقعدوا على القاع بدون لا حس ولا نفس ولا صوت ولا حركة، وهذا ما يسمى بمفهوم تغيير التفكير. وبعد ما انتهوا العصابة من بوقتهم للبنك، أصغر حرامي بيهم كان يحمل شهادة جامعية، فقال لي زعيم العصابة اللي هو أكبرهم ما كان دارس غير بس الابتدائية: خلينا نحسب الفلوس اللي بقناها من البنك إش قد. زعيم العصابة صيح عليه قال له: أنت غبي لو شنو؟ ليش؟ لأنه أول شيء راح تاخذ وقت من عندنا كل شهواية، وإحنا أول وتالي راح نعرف المبلغ اللي أخذناه من يعلنون عنه بنشرات الأخبار، وهذا ما يسمى بالخبرة. وبهاي أيامنا الخبرة اللي إلها أهمية أكثر من المؤهلات الورقية. المهم بعد ما انهزموا أفراد العصابة، مدير البنك قال لمدير الفرع اتصل بالشرطة بسرعة وبلغهم. وهنا مدير الفرع قال له: أوقف أستاذ، خلينا نتفاهم إيش قد راح نستفاد. ناخذ 10 مليون دولار إلنا، نضيفها لل 70 مليون دولار اللي اختلسناها قبل فترة، شنو رأيك؟ وهاي العملية بالتحديد تسمى بالسباحة مع التيار وتحويل الوضع لصالحك. فمدير البنك قال: خوش، أنا إذا كل شهر تصير هيك بوقة ويسطون علينا الحرامية خير ونعمة، زيادة الخير خيرين، وهذا اللي يسموه التمادي. المهم ما أريد أطول عليكم، ثاني يوم من خلال نشرات الأخبار انذكر أنه قامت عصابة أفرادها مجهولي الهوية بسرقة 100 مليون دولار من البنك، ما تم التعرف عليهم حتى هذه اللحظة. العصابة بدأوا يعدون بالفلوس مرة ومرتين وثلاثة، وكل ما يحسبوهن يطلعن 20 مليون دولار، فكلش ضاجوا، قالوا: إحنا خاطرنا بحياتنا على مود 20 مليون دولار، ومدير البنك عاد جاهز غلس على 80 مليون دولار، وهو حتى ملابسه ما توسخت. هذا الموضوع يسمى المعرفة تساوي قيمتها ذهبا. مدير البنك يبتسم وفرحان لأن صار مليونير وأموره طيبة ومليارات البلد تاهت بين شعيط ومعيط وجرار الخيط. فسالفتنا ورباطها، الحرامية المعدلين والمرتبين واللي ما تتوسخ ملابسهم أغلبهم يكونون أصحاب مناصب عالية ونفوذ. وأبسط مثال دوحي، وللأمانة هو حرامي بامتياز، والواحد لازم يحكم ضميره ويحكي اللي إله واللي عليه، وأبد ما قصروا ويانا لا هو ولا ربعة، بحيث باقوا الأخضر واليابس وبسلامتهم صارت الديرة غرقانة، والمواطن هم لازم يجرب السباحة، وإذا مغرق فهو مبلل، والمبلل ما يخاف من المطر. وبسلامتكم.